نهار عرسي أشرف ديسباري بسبب خوه اللي بايعو عند لابوليس. باباك فاضل في الأول ما كاش على بالي، وراها بشحال باش عرفت كي تلاقيت أشرف. مهم في نفس النهار اللي توفى فيه جدك باباك ورث كلش، وهادي من بعد نفهمك فيها. بعد موت جدك استنيت أشرف يرجع، الحالة طولت سمانة شهر ربعين تاعو جاز أشرف ما بينش. قال لك حوصوا عليه كامل هذا أشرف؟ حتى فاضل حوس عليه حول السبيطارات لابوليس الحبس، حوسوا عليه في كل بلاصة ما كانش. هي قالت لك في هذاك الوقت ما كانش كاين تليفون بورتابل ولا انترنت على هذيك. Entre-temps, Fatal était très gentil avec moi et très serviable. Il n'a jamais oublié mon anniversaire. Et nous allons les libérer. Flafa Kawa Nipsif. À la belle écrite à Wajdel, il a fait tout le monde, ta preuve qui m'a donné zéro. Ou la Wajdel Mlaïl. Surtout pas de mot de bébé. خويا كان حاب يدير بروجي، فضل هو اللي وقف معاه في كل حاجة، بدلو بزاف ترا، سي نورمال ورد كلش. تقدري تقولي فضل ولا البنكة تاع خويا، البنكة ما تديرش الخير، وخويا حصل، وغرق معاه بدي، كيفاش يرجع له؟ كي بعلي لي زعما قالوا لي وليت فاميليا نخصو والو، عائلتي كامله طلبت مني نتزوج بيه باش نسلك خويا. تزوجنا ورحت معاه للروس باش يكمل قرايته. وفي موسكو شفت وجه الحق، الشر أون بيكسون. على بالك واش دار لي؟